نحكي اليوم على أجزل لاند اللي هي ريجن موجودة بالروت اوف ذا ابر لاند بالابر بارت اوف ذا ثوراكس. هي ذا أجزل لاند نسميها الارم بوت اللي هي بالتاجن نيم الأجزل لاند. اتس ا بيرمدال شيب ستراكشر موجود هنا بين ذا ثوراكس وول والانتيرير thoracic wall posterior where it has medial where it has lateral. It has four surfaces. We have four surfaces: anterior, posterior, lateral, and medial surface. Apex and base. هرم شكل ب أربعة الأصبع ب apex وب base. هذا هو ال axis. الأبكس هو شيء يكون مرتبط مع السيرفاك ريجين. هذا الأبكس ومرتبط مع السيرفاك ريجين وهي يربطني مع الأبر نيك ومع الثوراسيك كابيت. نيجي عن الأبكس اللي هو يتكون شنو الفاسر ميديالي سكابلر فاسيري والكلافيكال انتهي. هذا هو زوالي الأبكس. هذا السك هذا الكلافيكل انتيرير سكابلا بوستيرير والفاسترا ميديال سوالي. هذا الاريا يسمون ابيكس اوف ذا اكسل. البيس اوف ذا اكسل وين راح باتجاه الهامرس. هذا شوفوا هذا هو البيس اوف ذا اكسل. This is the apex of the axilla. This is the wall of the axilla. Anterior, posterior, so they have an anterior pectoral region, posterior scapular region. Medial here على thoracic cage اللي هو upper 5 ribs with the serratus anterior. Laterally هو bicipital groove اللي يكون شنو اللي medial lateral lip of bicipital groove يكون تدخل من خلاله البايسبس لونج هيد والكوركوبريكيال مصل. هذه هي الباندر اوف ذا حكينا هنا هذا البيس. شوف الزهر الاحمر موجود عندكم بالمحاضره بيس اوف ذا اكزيما. هذا انتيريور وول وذيس از سكابلر وول البوستيريور. الانتيرير وول نجي نحسنها شوي اكثر دقه اللي يكون غريب على الكلافيكل اللي هي بكتورس ميجر مصل بكتورس ماينر مصل. جو الكلافيكل اكو عضله اسمها السيرك لابيوس مصل والفيشي اللي لابي بالكلافيكل من الكلافيكل. البكتورس اكو فيشي نازله من عنده اسمه كلافي بكتورال فيشي ميجر ماينر سيرك لابيوس وكلافي بكتورال فيشي. الصورة مالتها هي هذا كلافيكل هاي بكتورس ميجر هاي ماينر وهاي الفيشيا وهاي سبك ليبيس وهاي الفيشيا اللي من الكلافيكل اللي اسمه كلافي بكتورس فيشيا. نجي البوستيريور وول اللي هو على سكابلا على قريب على سكابلا اللي يكون من سب سكابلار سمصر لاتسمس دورجي وهاي تريز ميجر لان اضرات الثلاثة عشان of the axilla. The medial wall she saw in the thoracic cage itself. اللي هو الفيرست ريب سكند ثيرد الى فور فايف ريب مع فيجيتيشن اوف سيرتس انتيريور مصل. فايف فيجيتيشن اوف سيرتس انتيريور مصل. هذا هو سيرتس انتيريور وهي الريب اللي هي خمس ريب والاوريجين ياخذ من السيرتس التاخرين هذا سيرتس انتيريور مصل. لاترال وول اللي ريليتد الى الهيومرس. هذا هو الهيومرس it has two bicipital groove. We have two tubular lips medial lateral lip of here is a lateral lip وهذا هو الميديال lip. فالجروب اللي موجود بين two lip of intertubercular groove نسميه
هذا الجروب هو for passage of long double biceps well coracobrachialis muscle يسوي لي الباوندري لاترالي للاكسلنس. خلصنا الباوندري الافكس والبيج اوف الاكسلنس. نجي على الكونتنت اوف ذس ريجن او الاريا. هاي الاريا قلنا بيرميدال شيب يحتوي على نيورو فاسكولار ستراكشر اللي هي تمثل لي اكسلنر ارتري اكسلنر فين براكيو تكسس والنفاتكس باشن وياها الاريو تيشو. اوكي فنيجي وحده وحده نفصلها نفصلها. الاول شيء البراكيو تكسس اللي هي عندي تدخل من عن طريق السيرفاكو اكسلنر كانال من C5-6-7-8-T1 هذا الروت يدخل لي الى الاكسلا يسوي لي على شكل روت. بعدين عندي ترانك بعدين ديفيجن هو يسوي لي كور. اوكي هذا يسوي لي البراكيال فيكسس. اكسلا ارتري السكند ستراكشر الموجود بال الاكسلا هو من اسمه اكسلا ارتري. الاكسلا ارتري يمين من الفيرست ريب لاتر بوردر فيرست ريب وانتي الى التريز ميجر مصل لور بوردر تريز ميجر هذا هو الاكسلا ارتري. واضح ب 3 بارت فيرست بارت سكند فيرست بارت تيني 1 branch, second part يعطيني 2 branch, third part يعطيني 3 branch. زين الاكسلر الفين اللي هو راجع الى الهارت طبعا هو ناتج من communication of vein اللي هي basilic vein واللي هو basilic جاي من middle side والbrachial vein يتم converge at the lower border of teres major يسوي لي الأكسلر فين و at the lateral border of the first rib يسوي لي السبكيلار فين فين يبدي يتحول من الأكسلر إلى السبكيلار. نجي على الليف نود الموجودة هنا نأتي بالأكسلر we are group of the nod بالأنتي group vectoral اللي خليها في البرف ميجر بالposterior scapular group بالميد لاترال نسميها لاترال جروب اللي هي قريب على البرانكيال سم برانكيال فين البرانكيال هيومرس يعني لاترال جروب اللي تريسيف الليف نود فروم الليفاتيك فروم ذا ابر لين. الميديال جروب اللي يكون على الوول يسموه سنترال جروب سنترال جروب قريب على البيس وعندي مجموعه اخيره موجوده على قريبه على الابكس يسموها apical group of the apex 1 يكون من الفيرست والكلافيكل والسكابيلر اكو جروب اوف ليف نود نسميها apical group of ليف نود. هذا هو عندي الاكزيلاري هذا عندك الاكزيلاري الاكزيلاري ناتج من الفريكل فين والباسيليك فين converge at the lower border of teres major يسوي لي ال axillary vein هذا هو axillary vein ناتج من brachial وال basilic. اوكي وي على the lower border of lateral border of the first rib يسوي لي ال subclavian vein. زين receive the cephalic vein بال يدخل عن طريق الدلتا بيكتورال جروب الى ال axillary vein. زين عندنا نرجع الاكسلر ارتري برانش مالته قلنا هو هذا الستكشر الفاسكولار ستكشر موجود في السنتر اوف ذا اكسلر يكون من 3 بارت اكوردنج المن 3 بارت اكوردنج للبكتراس ماينر مصل. بكتراس ماينر مصل قسم لي شوف لاحظ هاي بكتراس ماينر مصل وفوقها بكتراس ميجر ماينر هنا موجوده واضحه تقسم لي البريكل الافو اكسلر ارتر الى 3 بارت فيرست بارت اللي قريب على الفيرست ريب والسكند بارت خلف البكتراس ماينر ولاتر بارت الى التريز ميجر هذا يسموه ثيرد بارت. اول بارت يعطيني فيرست برانش
سوبريم ثوراسيك ارتر، انت تكسر ارتر اول وسكند ريب يعطيني برانج ال هذا زين. سوبريم ثوراسيك ارتر او سوبير ثوراسيك ارتر اول برانج من يطلع من الفيرست بارت. سكند بارت يكون خلف البكتوراليس ماينر عصيتين تو برانش تراكو اكروميين تراكو ثوراكس والاكروميين للاكروميين يعطي برانش الدلتويد الاكروميين الكابيكلر الفيكتورال هاي اسمه تراكو اكروميين برانش. والثاني هو لاتر ثوراسك ارتري لاتر ثوراسك ارتري يعطيني البريست انفيوجن جودي هذا اسمه لاتر ميموري ارتري. الثالث بارت يعطيني ثلاث برانشات برانش يسموه سب سكابيلر اللي هو على جو السكابيلر هم سكابيلر يسموه سكابيلر عفوا يسموه سب سكابيلر برانش. ويعطيني برانشين اللي هي هنا شوفن هاي الصورة هذا الارت اللي شوفن يعطيني هنا أنا. هذا البرانش اللي شوفه هذا انتيمور سيركوفلكس وبوستير سيركوفلكس وهذا هو ال سبسكابيلر ارتري سبسكابيلر. صار عندي 3 برانش من الثيرد بارت فالفيرست بارت والسكند بارت والثيرد بارت. هذا الفيرست بارت يعطيني سوبيم ثوراسك ارتري السكند بارت يعطيني ثوراكو اكروميان ولاتر ثوراسك ارتري اللي هذا والثيرد بارت اللي يعطيني anterior or posterior circumflex حول هذا الفيمورس اللي هو هذا. ويعطيني برانش ثالث اللي هو على اللادر بوردر اوف السكابيلا يسموه سب سكابيلا ارتري اللي هو هذا. بالمحاضرة اعطيتكم اياه هو تراكو دورزال لانه متى يصير تراكو دورزال ارتري اللي هو سب سكابيلا ارتري نفسه تراكو دورزال بالمحاضرة عندكم او سب سكابيلا ارتري اللي هو نفس البرانش. هذا سوبريم ثوراسيك ارتري يعطيني فيرست وسكند انتركوستال سبيس تراكو اكرومي يعطيني برانش الى ديفرنت ريجن بالثوراسيك والبكتورال ريجن واللاترال ثوراسيك يسموه لاترال ميموري ارتري او برانش اوكي نروح للميموري جلاند. سب سكابيلر هاي يسوي يعطيني سيركمفلكس سب سكابيلر برانش او ارتري يسوي لان سموز حول السكابيلا هذا. اخير برانشين اثنين من اللي هي انتيريور وول بوستيريور سيركمفلكس هيومورال ارتري هذا يكون حول السيرجيكال نيك اوف ذا هيومراس زين ويا من ويا الاكزيلر نيرف اللي هو يا هو البوستيريور سيركمفلكس ثاني. فبين الانتيريور وول بوستيريور انسموز نسميه anastomosis of anterior and posterior circumflex branches اللي حول السيرجيكال نيك. دكتور ايش هي الانستموسيس؟ الانستموسيس هو معناته collateral blood supply يجي من يعني التحام او شو نقول other supply زين من برانش اخر يسوي لي انستموسيس التحام برانش مع برانش حتى يسوي collateral supply كولاترال يعني اضافي سبلاي اضافي زين. سب سكابيلر اوبشن ان سو سن عيد مره ثانيه هو معناته التحام بين برانش وبرانش يسوي انستموسيس بس انا ايدي من اربط مع ايد ثانيه هاي ايدي اليمنى واليسرى سوى لي انستموسيس هذا سوى لي هذا برانش ويا هذا برانش سوى لي التحام يسموه يونيون اوف تو فيزلز حتى يسوي لي كولاترال سبلاي يعني اذا سد هذا الشريان هذا يعوض وهذا نسد ذاك يعوض زين حتى يصير كولاترال بلاد سبلاي. نجي ال حكيناها ال اس ام جي خلصنا الارتري خلصنا الفين وال نجي على الاكزيلر ليف نود اللي هي موجود بالفكتورال الانتيريوري هي فكتورال رو هذه الفكتورال بوستيريور موجود على السكابيلا يسمونها سب سكابيلا ليف نود وعدي
lateral here and the brachial artery. A break we have brachial artery to brachial lymph node. The medial sheath comedian will come قريبة على الأفقر أو subclavian. زين أو subclavicular lymph node. Okay. سأدي أربعة. السنتر شو يكون سنترال هي قريبة على البيس أوف ذا يعني موجودة بين الأنتيرير وبين البوستيرير يسموها سنترال. فلو نجي على هذا أو على هذا النموذج السن هذا بدكم تشوفه لاحظ أن هذا الأنتيرير هي بيكتورال أوركلاس ميجر مصل فأكو جروب أوف ليفل موجودة هي سن بيكتورال هنا بال posterior بال axilla أكو scapula يسموها posterior group of lymph node بين anterior وال posterior أكو يسموها central اللي هي رقم خمسة أوكي العفو رقم واحد عفوا موجودة يسموه central node اللي هي موجودة بال base of the هذا ال base of the axilla زين فعندي anterior وعندي posterior بيناتي شنو هو ال central اوكي لفلون زين ادي ميديوم اللي قريب على ثوراكس كاثوراكس ثوراتيك بون ولادرال ادي قريب على الهيمورس يسمون برايكل هاي برايكل على اللاترال وعلى الثوراتيك بون ايش نسميها ميديوم الميديوم شو تكون نسميها له قريبه على ال سيراتس انتيرا ماسل اوكي فصار عندي اربع جروبات ويا سنتر خمسه الأخير شيء هي تكون الأبيكال تكون هي بالأبيكس أوف ذا أكزيلا أبيكال جروب نجي على هذا المواد اللي شوفناه هذا هو الأبيكال وهذا هو السكابولا سباين أوف سكابولا وهذا أكراميان أكراميان كلافيكال جوينت هذا لاحظ هذا الأنتيريور وهذا البوستيريور هي السكابولا وهذا الخط هو الرف هذا هو الابيكس او ذا اكزيلا والبيس وين يكون هذا البيس او ذا اكزيلا هذا الابيكس هذا البيس وهذا وول انتيرير وول ميديال وول بوستيرير وول لاترال وول واضح والبيس هو يسمه مثل دي الامبوت سكين والفاشل يكون بالفلور اوف ذا اكزيلا اللي هو هاي الامبوت نسميها ال البيس اوف ذا سكابولا بيها ذن الكونتنت كلها اللي هي الارتري هذا شوف هذا هو الاكزيلاري هذا عندك هنا الكورد اوف بريكل تكسس حول الاكزيلاري عندي كورد اوف بريكل تكسس بوستيريور اللي بوستيريور للاكزيلاري ارتري بوستيريور كورد الميديال للاكزيلاري ارتري ميديال كورد اللاتر للاكزيلاري لاتر كورد واضح؟ اذا ذن الكوردات اللي هي شون مثل الشجرة بيروت وترانك وديفيجنز وبعدين يصير كورد عرفت شون؟ فهنا أنا الروت دي يجي من السيرفايكل ريجن وأسوي لي هنا ترانك فكده تكون خلف الكلافيكل ترانك من تدخل الأكزيلا تصير ديفيجن وصير كورد الأكزيلا آرتري موجود هنا أنا هذا الأكزيلا آرتري مثل هذا الكود الموجود جاي من بريكل بلكسس تصير ميدي لاترال ميديوم بوستيريور خوش هذا هو يعني شلون تقدر محاوطي اي نفس هذا هذا نفس هذا ارتري هذا لاترال كود هذا شنو هذا ميديال كود وخلف الارتري بوستيريور كود فمثلا هسه عندي هذا اللي هو ميديوم كود تشوفه ميديال كود يعطيني برانش لل كتير سبب of the forearm والarm والثين ulnar nerve هذا من ضمن الخمسة برانش يعطيني زين ويعطيني ميديال وميديال نيرف يلتحق ويا وبرانش للميديال نيرف عافية تويكس للميديال نيرف حتى تسوي لي ام شيب فخمسة برانشات من الميديال كورد لاترال برانش يعطيني من اللاترال كورد شنو لاتر برانش يعطيني ماسكول كتيرنس هذا واحد وبرانش يعطيني الميدل نيرف هذا اثنين وبرانش ثالث شنو هو؟ لاتر بكتورال نيرف اللي يزود لي البكتورال ميجر مصر بس دكتور قبلها اكو ديفيجن هم ما تبي سبسكابيلا قبل ما هي
هسه نجي على البوستيريور كورد الموجود بالاكسيدنت، نرجع على الاكسيدنت. البوستيريور كورد شيء طيني خمسه برانشات، اذا الميديا طيني خمسه والبوستيريور طيني خمسه واللاتر طيني ثلاثه، واضح؟ خمسه خمسه ثلاثه، هذا شيء طيني البوستيريور يطي الراديال الكورد مال بريك بيكس. البوستيريور كورد بريك بيكس يعطيني اول شيء يعطيني الاكسيلري على واحد الراديال، بعدين الراديال. هذه لحظه سنتبه زين، هذا هو راديال نيرف من البوستيريور كورد اللي هي تيرمينال، وبعدين هذا برانش تبه، هذا اخذ دلتويد، هذا برانش اكسيلري، هذا برانش راديال، هذا اثنين برانشين عرفناهم. الثلاثه شنو الثلاثه؟ ثلاثة، واحد يعطيني upper subscapular، واحد يعطيني lower subscapular، والوسط شنو هو؟ للاتسمس دورتي اللي هاي اللاتسمس دورتي. ثلاثة دورتي نبقى فيها. إذا هذا هو للخمس برانشات من البوستير كورد. خوش؟ هذا البوستير بارت اوف ذا اكزيلا، زين؟ وهذا الارم، زين؟ وهذا الانتير بارت، اوكي؟ بال posterior part لاحظ عندنا lower part lower aspect of teres major زين، وهاي فوقها teres minor، فوقها هي supraspinatus. لاحظ عندك هنا هذا عندك teres minor major، عفوا هاي teres major minor minor، وعندي long head of triceps، وعدي الاسكابلا هذا زين تلاحظ سوالي ترانجل اريا يسموه upper ترانجل اريا اللي من خلاله يفوت شنو artery يسموه من السب اسكابلا artery يسموه circumflex circumflex دائري صحيح circumflex يفتح حول ال هذا السب اسكابلا. شوف هذا ايش هي، هذا الارتري هو السب اسكابلا برانش من عنده يلتف حول ال هنا أو الاسكابلر يسموه سيركمفلكس برانش أو سب اسكابلر آرتري اللي هو هذا، وهذا بعدين يصير تراكو دورزال آرتري زين. إذا هذا اللي أبر ميديال ترانجولار ريجين، هذا تريز ماينر ميجر ماينر ولونجود أوف ترايسبس، هذا سوينا لي الترانجولار أريا زين. عندي نجي مور لاترالي نفس التريز ميجر وتريز ماينر نفسها واللونج هيد اوف ترايسبس والهيومرس ساعدي اللي هو سيرجيك انك ساعدي ترانجل اري تريز ماينر ميجر ماينر لونج هيد اوف ترايسبس وعدي الهيومرس سوالي. طب من الهيومرس هو ميديال اوريجين اوف ترايسبس اللي هي تسوي لي اللي موجود على الهيومرس. لاحظ عندك هاي الترانجل اريا يفوت من عندها برانش، هذا البرانش اشوفه اللي هو بوستيريور سيركمفلكس هيومرال ارتري، ويفوت لي الاكزيلري نيرف اللي هو اول، هذا هو ال لاحظ تريز ماينر تريز ميجر لونجر اوف ترايسبس، وعندك هنا الهيومرس سوي لي ترانجل كوادرانجل اريا، هاي كوادرانجل اريا مربع يعني يدخل فيها الاكزيلري والسيركمفلكس اللي هو بوستيريور سيركمفلكس واضح. الثانيه اللي حكيناها قبل هاي اللي هي الابر ترانجولار تمثل لي تريز ماينر مصل هاي تريز ميجر زين، وبعد شنو لونج هيد او ترايسبس حكيت عليها قبل شوي بالعذاب المونديال. فسوي لي ترانجل اري، هاي ترانجل اري يفوت فيها سيركمفلكس برانش اوف سيركمفلكس سكابلر ارتري او فازلفين ارتري برانش برانش وان من هذا اوف سب سكابلر سب سكابلر، هذا سب سكابلر هذا يعطيني برانش دائري يسموه دائري سيركمفلكس هذا يدخل بال upper triangular space اللي موجود بال scapular region زين.
كوادينات او كودنج راح حكينا عن البي اكس الذي اللي هو هذا انتريز ميجر ماينر لونج دوت اسيت والهيمورس زين هذا سوى لي ال منطقة السيرجيكال نيك ها بالهيمورس منطقة السيرجيكال نيك بالضبط هي سيرجيكال نيك اوف ذا هاي هي سيرجيكال نيك اوف هيمورس لا ترى لي هو سيرجيكال نيك اوف ذا هيمورس زين نجي مثلثة أخرى يعني triangular space area هم سهلة كلش اللي هي موجودة باللور سموها لور triangular area هي بين ما موجودة انتبه هاي موجودة بين الميدل هيد ولادر هيد اوف ترايسبس اوف ترايسبس وبين ما بعد قدي اللي هو يسوي لي فيز ميجر فيز ميجر لونج هيد اوف ترايسبس ولادر هي ميدل هيد اوف ترايسبس فصاعد دي سبيس سموه lower triangle شو يحتوي بهذا؟ يحتوي على الراديال نيرف يفوت بالراديال جروف هذا هو الراديال نيرف لاترالي يفوت اذا بين ميدل هيد اوف ترايسبس ولونج هيد اوف ترايسبس وتريز ميجر صاعد دي ترينجل سبيس هاي تريز ميجر هذا اللونج هيد اوف ترايسبس وعندي هذا الهيمورس بياخذ من الاورجن من عضله يا عضله اللي هي ترايسبس ميديال هيد هذا من لاتر هيد ياخذ لي من الميديال هيد اوف ترايسبس سوالي ترينجل هاي ترينجل هاي بيفوت الراديال نير ويا من ويا باكي ارك عفوا خلصنا هاي المهاره اوكي